اضطر موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء إلى استعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، وذلك خلال تدخل الأمن لتوقيف مجموعة من الأشخاص كانوا في حالة دفاع قوية، وعرضوا أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض. وأوضحت المصادر أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيهم الذين تم ضبطهم بصدد تبادل العنف بالشارع العام، غير أنهم واجهوا عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض والرشق بالحجارة وتحريض كلاب شرسة، الأمر الذي اضطر موظف الشرطة من عناصر الدورية إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيارات تحذيرية مكنت من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء. وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات أمنية أسفرت عن توقيف 3 من بين المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 20 و29 سنة، 2 من بينهم من ذوي السوابق القضائية، فضلا عن ضبط 4 كلاب من فصيلة شرسة وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء والعصي المستعملة في هذا الاعتداء. ففي نظركم أعزائنا المشاهدين، هاد البز اللي ولاو يتصروا على البوليس واش خصنا نديروا لهم باش يترباو ويحترموا رجال الامن اللي كيسهروا على حمايه هاد التراب الوطني؟